ايوه كيان، لو بتحبني اكتب كتابك عليا دلوقتي. انت بتقولي ايه؟ انت دريانه باللي بتقوليه يا كيان؟ عايزين اتجوزك من ورا اهلك؟ مرضهاش عليك. انت اغلى عندي من اني اعمل حاجه زي دي. لو ما عملتش كده هتخليني اعيد نفس اللي حصل مع هناء ويحيى. اتجوزوا وهي مش عايزاه، وكان ايه مصيره؟ اخوك طلقها وسافر جابتها عيل. ادم انا بعمل نفس اللي انت عملته لما هربت عشان كنتش عايز اتجوز واحده ما بتحبهاش. النتيجه كانت ايه؟ خسرت كل حاجه. ابويا مات بحسرته لما اتعاير بيا قدام الخلق، والخلق كلها زلوه وكسروا عينه. انا لو رجع بيا الزمن اقعد واواجه المشكله واحلها. تخلى عني يا ادم؟ لا انا عايزك، ولو ما بحبكيش زي ما بتقولي كنت كتبت عليكي. بس انا يوم لما اخدك هاخدك من بيت ابوكي معززه مكرمه رفع راسك. انا عايزك في النور يا كيان. انا لو مش بحبك كنت وافقت وتجوزتك. روح روح يا كيان، بس عايزك تعرفي من المرة دي مش هضيعك من يدي. تضيعتني خلاص يا ادم.